God, I'm Stein. راشد، لقد حضر طارق لرؤيتك. أنا هنا في غرفتي. مرحبا. أهلا طارق. ماذا يمكننا أن نفعل اليوم؟ ها حلا، ما بها؟ أظنني رأيتها تدخل إلى منزل كرامشتاين. انتظر، سوف أحضر منظار أبي الذي يستعمله في الصيد حتى نرى بوضوح أكثر. إنني أرى كرامشتاين. ما هذا؟ قميصه ملطخ باللون الأحمر. لكن أين حلا؟ ابتعد عني أرى قليلا. لا يحق لك أن تراقب الآخرين وتقتحم خصوصياتهم يا بني. سيد كرامشتاين، لقد شاهدتك من النافذة ولاحظت أن ثوبك ملطخ بالدماء. لا يا بني، إنها أصباغ صناعية استخدمتها لتلوين نموذج القلب. طارق، راشد، انظرا، هذا هو شكل القلب؟ أجل، يقع القلب في منتصف القفص الصدري ويميل إلى جهة اليسار، وهو عبارة عن مضخة عضلية تضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم. هيا يا حلا، أخبري أصدقائك ما شرحته لك عن أجزاء القلب ومهامها. يحتوي القلب على 4 غرف، غرفتين في الأعلى وهما الأذين الأيمن والأذين الأيسر، وغرفتين في الأسفل هما البطين الأيمن والبطين الأيسر. يدخل الدم الخالي من الأكسجين إلى الأذين الأيمن، ثم ينتقل إلى البطين الأيمن عن طريق الصمام الثلاثي، فيقوم البطين بضخه إلى الرئتين عبر الشريان الرئوي، وهناك يقوم الدم بحمل الأكسجين من الرئتين، ثم ينتقل إلى الأذين الأيسر عن طريق الأوردة الرئوية، ثم ينتقل الدم إلى البطين الأيسر عن طريق الصمام الثنائي، وبعدها ينتقل الدم من البطين الأيسر إلى جميع خلايا الجسم. واو، هذا مدهش حقا. هل تعلمون يا أعزائي أن قلب الإنسان يضخ كل يوم ما يقارب 2000 جالون من الدم، أي ما يعادل 400 قارورة من مياه الشرب؟ نعم، وينبت في اليوم الواحد 100,000 نبضة. ها؟ حقا؟ هذا خلق الله. شكرا سيد كرامشتاين على هذه المعلومات المفيدة. إذا كنتم بحاجة إلى أي مساعدة في العلوم، لا تترددوا في زيارتي يا أطفال. حسناً، شكراً. شكراً. لماذا ذهبت إلى مختبر السيد كرامشتاين اليوم يا حلا؟ لقد أعطتني أمي طبقاً من الكعك الذي أعدته لزوجة كرامشتاين كي أوصله لها، ومن ثم رأيته يقوم بطلاء القلب، فطلبت منه أن يخبرني معلومات عنه. كعك؟ لقد شعرت بالجوع الآن. كرامشتاين، كرامشتاين، عيم علوم معرفة، هيا بنا نتعرف. عيم علوم معرفة، هيا بنا نتعرف. أجسامنا أجزاؤها، أجزاؤها ما شكلها؟ أرضا نباتا كوكبا، كهرب كهارب كهربا. كرام كرامشتاين، عيم علوم معرفة، هيا بنا نتعرف.